السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي ومتابعيني عائلة أم زياد. النهاردة هعمل معاكم فيديو جديد خالص خالص عن طريقة تتبيلة البانيه، طريقة سهلة جدا خالص ومجربة وهتبقى سهلة إن شاء الله، طريقة حلوة وخفيفة. عايزة قبل ما نبدأ معاكم الفيديو أشكر كل متابعيني وكل حبايبي، ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب، وعلى الكلام الجميل وكل التعليقات بتاعتهم الحلوة. وعايزة أقول لكم ما تنسونيش أول مرة يشوفنا من في القناة يعمل لنا اشتراك في القناة ويفعل زر الجرس ويعملوا لي لايكات. شكرا ليكم كل متابعيني متابعين عائلة أم زياد. النهاردة هنبدأ بقى، يلا معانا هنبدأ بالطريقة ونشوف هنعمل ايه. تتبيلة البانيه سهلة وجميلة خالص. أول حاجة معانا نص كيلو بانيه مقطعه، بس غسلة حلو مقطعه شرايح زي ما انتوا شايفين، معانا مقطعه شرايح وغسلته طبعا حلو ونقعه بالدقيق والتغسيل بالدقيق عشان يبقى حلو، معانا مفيهوش زفارة مفيهوش أي حاجة، وهنعمل تتبيلته سهلة جدا جدا وخالص، طريقة خفيفة بقى لا فيها بيض ولا فيها أي حاجة، بس هتبقى خفيفة وحلوة وإن شاء الله يا رب تعجبكم. أنا هعمل التتبيلة الأول وبعد كده هوريكم هنقليه ازاي. هنعمل التتبيلة، معانا دي نص البانيه ومعانا للتتبيله بتاعته هعمل طماطمايه وقرن فلفل، طماطمايه وقرن فلفل هعملهم في التتبيله بتاعته، طماطمايه وقرن فلفل ومعاهم بيضه والبهارات، معاهم لبن نص كوبايه لبن والبهارات بتاعتها. يلا بينا نبدا نعمل الخلطات مع بعض. زي ما انتوا شايفين معايا انا عملت الطماطم والفلفل وعليها البهارات، البهارات بتاعتها اللي هي الفلفل الاسمر والبهارات المحوجه، وادي اللبن معانا وهنبدا نضربهم في الخلاط عشان يبقوا زي السايلين كده. ممكن تعملي بدل اللبن زبادي يبقى برضه مفيد وحلو. هنعمل ايه معانا، نحط بقى الحاجات الطماطم في الطماطم والفلفل في الخلاط. طبعا زي ما انتوا شايفين معايا انا ضربتها اهي في الخلاط بقت عامله كده، طبعا انا ضربتها في الخلاط، طبعا ما تخش ضربتها ازاي عشان صوت الخلاط طبعا ما يطلعش في الفيديو ويبقى عامل وش، فانا ضربتها وجهزتها هي معانا في الخلاط عامله سايله هي خالص. هنبدا بقى نحطها، هنجيب معانا حاجه ونحط فيها البانيه ونرص البانيه ونبدأ نرص مع بعض البانيه. زي ما انتوا شايفين كده نبدأ نحط شوية، احنا كده كده ممكن نقلبها كله في بعضه برضه، احنا كده كده هنسيبها كلها في بعضها. شايفين البانيه انا مش مقطعاه كبير عشان كل واحد يبقى حتته كده ما بحبوش كبير، يعني كنت مقطعاه كبير بس انا ايه خليته حتت صغننه وسط كده. وادي الخلطه بتاعته، هعصر بقى معانا ليمون، طبعا عصر عليها ليمون، عصره ليمون عليها عشان الليمون برضه يخليه ريحته جميل. ونقلبه برضو ببعض زي ما انتم شايفين كده لسه نحط. ونحط معانا خل لازم تحطوا له خل، حطوا له شويه خل، معلقه خل كده. احنا تقبلناها اهوت، ده طريقه سهله جدا جدا تنقعي فيها، ولو مش حابه ان انت تتبليه كده ممكن تعملي حاجه برده سهله جدا خالص، تجيبي البانيه وتقطعيه شرايح برده متقطع شرايح جاهز كده من عند الراجل، وتقومي رصه طبقه وعليها طبقه بهارات وفلفل اسمر وخل وليمون، وتقومي رصه الطبقه الثانيه نفس الحكايه. بس دي الطريقه دي برده حلوه مش وحشه، هنجربها معاكم يا رب تعجبكم. بنسيبها بقى كده، احنا حطينا عليه الخل وقلبناه في بعضه زي ما انتوا شايفين، قلبناه الخل بالبهارات بالطريقه بتاعته باللبن بالطماطم بالفلفل عشان يديله ريحه حلوه، الفلفل يديله ريحه حلوه للفلفل الاخضر
يبقى معايا ده الطريقة. ونسيبه بقى كده مثلا، انا مش عامله، مش بنعمله على طول، ونسيبه اقل حاجة مثلا ساعة ولا حاجة، مفيش مشكلة، على حسب ما انت الوقت اللي انت بتعمليه. ونرجع بقى نقليه. نقليه ازاي؟ نقول لكم على طريقة القلية ازاي برضو. طريقة القلية هتبقى سهلة جدا جدا، بحيث ان ميكونش فيها اي صعوبات. استنونا بقى، هنتركه بقى نسيبه شوية، نحطه في التلاجة وبعدين نقليه معاكم. وانتوا شايفين معانا خلاص البانيه اتبلت اهوت، متبل اهوت. هنبدأ نقلي بقى ونتبله معانا الخليط. هعمله بالتقليد. بص انا معايا فشتار، بعمله فشتار، ما بعملش بيض، وبعمله حبة دقيق عشان يبقى طري. فشتار على حبة دقيق، عاملاه فشتار حار على حبة دقيق. وهبدأ ناخد البانيه مش هعمل بقى بيض ولا اي حاجه عليه، هحطه كده طبعا بعد ما انا عملته كده في التتبيله، قعد فيها ساعتين زي ما انت تحبي. عايزه تتبليه من بالليل وتسيبيه مفيش مشكله. ادي معانا هو تتبيلنا، ونبدأ نحطه في الزيت اهو معانا، ونبدأ نحطه في الزيت زي ما انتوا شايفين معايا. ادي تاني اهو، وهيبقى طري وجميل وطعمه ولا فيه خيال. ادي معانا اهو تبدله. لو عندك بقسماط مفيش مشكلة، عندك عايزة تحطي بيض انتي حريتك، لو مش عايزة تحطي ممكن تحطي البيض خلاص، وممكن ينفع برضه كده من غير بيض وهيبقى جميل جدا زي ما انتوا شايفين معانا دلوقتي. هطلع هنطلعه معانا بقى ونوري. طبعا زي ما انتوا شايفين معايا ما بيحمر، بعمل بقى في اقل فيه، اول ما بيحمر بنقل بتاعه على بنقل، لسه ما احمرتش، هنسيبه لما يحمر. طبعا ما بعليش البوتاجاز عليه قوي عشان ما يتشوح، بس بتلاقيه قلبه طري وحلو زي ما انتوا شايفين معايا. بدأ يحمر اهو، قلبته خلاص، هبدأ اطلعه بقى. شايفين البوتاجاز ازاي طري؟ يعني طري انا مش ناكله. خلاص كده هنطلعها طرية. طري خالص وجميل، هيبقى طعمه طبعا. هو انا حطيته في التتبيلة بتاعته، فقعد ساعتين في التتبيلة. طبعا معانا هو في اللي هنطلعها بقى على مجدول ولا على الطبق للتقديم زي ما انتوا شايفين معانا. يبرد واقطعها معانا زي ما انتوا شايفين، ونبدأ نحط الزيت زي ما انتوا شايفين اهوت. طلع الثانية نقلبها، وده بقى حلاوته لو انت عندك ده. طبعا لو في ناس بتحب تشتغل الدنيا ساعات كتير علشان تقول لك الشتا والبرد وعندنا برد وكل ده، لا ده بقى مفهوش بيض، مفهوش بيض. يعني انا مش بحب اعمله بيض عشان لو احنا عندنا برد هنعرف ناكله، لكن كده هناكله تمام الحمد لله. وعيالي لو عندهم برد ولا اي حاجه الحمد لله نقدر ناكله، مفهوش اي بيض. هي بس التتبيله بتاعته وام عاملاه قلياه بالفيجيتار وخلاص، ويبقى طري جميل. شايفين معايا حبايبي؟ ادي بقى خلصت القلي البانيه، وشايفين طريقته، شايفين طري ازاي من جوه، وطريه خالص وحلوه ازاي وشكلها جميل. وطبعا عايزه تعملي بقى جنبها سلطه بطاطس مكرونه اي حاجه، كل اللي ولادنا بيحبوه بنعمله.
عايزة بقى كل اللي يشوفنا ما ينساش يعمل لنا اشتراك في القناة ويفعل لنا زر الجرس. وحبايبي ومتابعين عائلة أم زياد، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، وبشكركم كتير والله على كلامكم الجميل ودايما متابعينا، تسلموا كتير. وإن شاء الله أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.